ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العذراء ليوم الجمعة 8 ابريل نيسان 2022. ما تزعجش شريكك بانتقاداتك الكتيرة والكبيرة ليه، ده طبعا كله بيجرحه وبيزعجه بشكل كبير جدا جدا. علشان كده هتقوم بكل اعمالك اللي هتبقى متراكمة عليك في الفترة دي بشكل بارع جدا جدا وملفت للنظر ليك ولكل اصحابك ولكل الاشخاص اللي بيبقوا محيطين بيك. عليك بس انك تبقى منتبه اكتر لكل الامور اللي ممكن تكون بتحصل قدامك النهارده، حتى لو كانت الامور دي صحيه ممكن تبقى بتفيدك ولازم انك تتابع فيها ارشادات الطبيب بشكل كويس وبيحذافيرها علشان تعرف تلتزم بيها بشكل كويس وتعرف تتخطى اي نتيجه ممكن تبقى سيئه فيها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة بينتقل كوكب فينوس لبرج الأسد، ده هيخفف من عندنا الوهج العاطفي بشكل كبير، لكن ممكن يكون في تبدد أكتر للمخاوف اللي عندنا اللي بنشعر بيها ولمشاعرنا حتى السلبية اللي بنمر بيها في اليوم ده، فخلينا حذرين أكتر في الفترة دي. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة هتجري الرياح بخلاف الحاجات اللي انت بتتمناها انها تحصل. هتعرض وظيفتك النهاردة ومصالحك لأخطار كبيرة جدا جدا في يومك ده. نفسك النهاردة للمساءلة هيبقى كبير جدا جدا وهتبقى مستعد ليه. بالنسبة ليك صحيا النهاردة حد من اللي بيكون عندهم حدس قريب منك ممكن يكون بيتسبب ليك الموضوع ده، الحسد ده، في مشاكل صحية كبيرة جدا جدا وتبقى قريبة جدا منك. المشكلة ان في واحد من القريبين منك النهاردة هو اللي بيحسدك، وانك ممكن تكون مش عارف انك ازاي تمنع الضرر اللي ممكن يكون بيسببه ليك في الفترة دي وفي الوقت ده.